الكتاب اللي تم تسريبه مؤخرا اللي كان به توجيهات إلى القوات الأمنية وتغيير قادة أمنيين وتحصيل المعسكرات والاستعدادات الكتاب كان عندما تم تسريبه وقرأناه الدولة الحكومة القوة القيادات الأمنية القائد العام استوحينا منه وأن العراق ينتظر شيئا أمنيا صعبا وكأنه سيتلقى ضربة أمريكية. هذا الذي فهمناه من هذا الكتاب الذي تم تسريبه، بنيت وفقا لأي معطيات؟ هل فعلا ما أشار له الكتاب حقيقة أن هذا سيحصل؟ متوقعين ذلك كحكومة؟ والله الكتاب هو تسريب ولم تتأكد صحته لحد الآن. المهم هناك كتاب مسرب، لكن هذا جزء من الاحتياط الضروري. إن كان صحيحا فهو جزء من الاحتياط الضروري، لأنه قد نجد أنفسنا عالقين هنا أو هناك إذا خرجت الأمور عن السيطرة، يعني إذا خرج الصراع عن حدود فلسطين إلى الدول الأخرى، لابد من اتخاذ الاحتياطات في هذا الجانب. لكن تبقى أعتقد أنا أيضا أنه السيد رئيس الوزراء حتما اليوم أسمع السيد وزير الخارجية الأمريكي أن الشعوب العربية من الصعب يعني السيطرة عليها إذا استمر الصراع فترة طويلة. فأما وقف إطلاق النار والعمل على وقف إطلاق النار، وأما العواقب لا تعرف نهاياتها صراحة بوضوح لحد الآن، لأننا في وضع يعني وضع قلق ووضع خطير جدا، وما تعرف بأي لحظة قد يمتد الصراع خارج إطار الأراضي الفلسطينية. يعني ما أدري إذا كان الآن رئيس الوزراء قد ذهب إلى إيران أو غدا سيذهب إلى إيران، يعني أنت تقول ستكون هنالك مفاوضات لبناء قرار موحد بخصوص هذه الأزمة. تحديدا ماذا يريد العراق من إيران في هذه الأزمة تحديدا؟ ما هو الشكل الذي يبغيه؟ يعني لا شك أنه إيران لها علاقات متميزة مع كل فصائل المقاومة الإسلامية، وبالتالي موقف بلورة موقف الفصائل المقاومة الإسلامية بالتأكيد سيكون موحد، فأتوقع سيكون أحد المواضيع التي سيناقشها دولة رئيس الوزراء غدا مع جار إيران. بنفس الوقت الموقف الأساسي والأهم هو وقف إطلاق النار، كيفية العمل على وقف إطلاق النار بالحدود الحالية حتى لو كانت البداية هدنة إنسانية. بس شنو علاقة إيران؟ إيران ما لها علاقة بالأمريكان حتى تستطيع أن تمارس هذا الدور، حتى يطلب منها العمل على الهدنة ووقف إطلاق النار. إيران غير مرغوبة أمريكيا. لا، إيران عندها علاقة بفصائل المقاومة الإسلامية وبحماس تحديدا، وهي عبرت عن هاي العلاقة أكثر من مرة وقالت إننا ندعم حماس ونعطيهم أسلحة وندربهم، ولكننا لا ندخل في قراراتهم وهم يتخذون قراراتهم، ولا لدينا علم مسبق بالعملية اللي حدثت في 7 أكتوبر، وبالتالي هذه قرار فلسطيني بحت. لكن تستطيع إيران التأثير على حماس والتأثير على باقي فصائل المقاومة الإسلامية في المنطقة، فلها علاقات متميزة معهم، وأيضا هناك علاقات متميزة في بعض الدول العربية لإيران، إن كان مع قطر أو مع الكويت أو مع دول عربية أخرى. نعم. وحتى مع تركيا، يعني المنطقة الإقليمية كلها ممكن تدخل في بلورة قرار سياسي أو تهيئة لقرار سياسي يؤدي إلى وقف